الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على البنسلين الطبيعي طويل المفعول Natural Long Acting Penicillin. البنسلين الطبيعي Natural Penicillin هو أول مضاد حيوي اكتشف على الإطلاق. اكتشف البنسلين العالم الإنجليزي ألكسندر فليمينج واستخلصه من العفن. اكتشاف البنسلين أحدث ثورة في علاج الأمراض الناجمة عن العدوى وساهم في إنقاذ حياة الملايين من البشر. تنتمي مجموعة البنسلين إلى مجموعة المضادات البكتيرية بيتا لاكتامز والتي تتشابه في التركيب الكيميائي، آلية العمل والتسبب في الحساسية الليرجي. مجموعة بيتا لاكتامز تشمل أربع مجموعات من المضادات البكتيرية: أولاً البنسلين، ثانياً سيفالوسبورين، ثالثاً مونوباكتام، رابعاً كاربابينيم. البنسلين الطبيعي يقسم إلى مجموعتين: أولاً البنسلين الطبيعي جي يحقن عن طريق الوريد أو بالعضل، ثانياً البنسلين الطبيعي في ويحقن عن طريق الفم. البنسلين الطبيعي جي أفضل بكثير من حيث الفعالية العلاجية ويستعمل لعلاج عدوى خطيرة مثل عدوى السحايا وعدوى الرئة، وذلك بعكس البنسلين في الذي هو ضعيف الفعالية ويوصف للعدوى البسيطة مثل عدوى المجاري التنفسية العلوية Upper Respiratory Tract Infections. يقسم البنسلين الطبيعي بنسلين جي إلى مجموعتين حسب مدة المفعول: أولاً بنزل بنسلين ويسمى أيضاً بروكين بنسلين، فعاليته تدوم حوالي يوم واحد. ثانياً بنزاثين بنسلين، فعاليته تدوم حوالي شهر واحد. آلية عمل البنسلين ميكانيزم: يرتبط البنسلين مع إنزيم بيبتيدوغلايكان غلايكوسيل ترانسفيريز. هذا الإنزيم هو أحد البروتينات التي ترتبط مع البنسلين بنسلين بايندينج بروتين، ووظيفته حفز تشكل مادة بيبتيدوغلايكان والتي تعطي الجدار الخلية البكتيرية المتانة اللازمة. ارتباط البنسلين مع الإنزيم يعترض عمل الإنزيم ويسبب ضعف في الجدار الخلوي وبالتالي موت الميكروب. إضافة إلى ذلك ينشط البنسلين إنزيم هيدروليز الذي يعمل على تحلل الخلية البكتيرية. طيف البنسلين الطبيعي سبيكترم: البنسلين الطبيعي ضيق الطيف نارو سبيكترم. البنسلين الطبيعي فعال للميكروبات العقدية الموجبة والسالبة جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف كوكاي بما فيها اللاهوائية انيروبس. البنسلين الطبيعي ليس فعالا ضد العصويات السالبة جرام نيجاتيف باسيلاي اور جرام نيجاتيف رودز او ضد البكتيريا الموجبة التي تكون انزيم بيتا لاكتاميز مثل ستاف. الحركية الدوائية للبنسلين جي فارماكوكاينيتكس: البنسلين الطبيعي جي يتحطم إذا حقن عن طريق الفم نتيجة لأحماض المعدة، ولذلك يحقن بالعضل أو بالوريد. بعد الحقن يتوزع البنسلين جي في كافة أنحاء الجسم بما فيها أغشية الدماغ منينجز، ويقوم الجسم بالتخلص منه عن طريق الكلية. دواعي استعمال البنسلين الطبيعي جي Indications تشمل التالي: عدوى السحايا الناتجة عن الإصابة بميكروبات نايسيريا منينجيتيس وستريبتوكوكوس بنيومونيا، عدوى الرئة بنيومونيا الناتجة عن الإصابة بميكروب ستريبتوكوكوس بنيومونيا، عدوى ستريبتوكوكوس بايوجينيز أو جروب A ستريب المسببة لالتهاب الحلق فارينجايتيس، مرض الزهري سيفلس المنقول جنسيا، مرض الكزاز تيتانوس،
علاج الحمى الروماتيزمية الحادة Acute Rheumatic Fever. الميكروبات اللاهوائية المسببة لعدوى اللثة Gingivitis وعدوى الفم Oral Infection. كذلك في منع حدوث نوبات الحمى الروماتيزمية الحادة. الأعراض الجانبية للبنسلين Adverse Effects. تعتبر مجموعة البنسلين من أقل الأدوية سمية على الإطلاق. أهم الأعراض الجانبية للبنسلين هي الحساسية Allergy. إذا كان المريض يعاني من حساسية لأحد أدوية البنسلين، يكون لديه حساسية لكل الأدوية في هذه المجموعة، وقد يصاب بحساسية لكل أدوية مجموعة بيتا-لاكتام بما فيها السيفالوسبورينات. حساسية البنسلين بنسلين ألرجي. ما هي إشارات حساسية البنسلين؟ حساسية البنسلين تشمل الطفح الجلدي راش، انتفاخ بالشفاه والمجاري التنفسية العلوية مما قد يعرض المريض لانسداد خطير في مجاري الهواء أنافايلاكسيس، وهذا نادر. حساسية كلوية، حكة شديدة، انتفاخ في المفاصل، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، تكسر خلايا الأوعية الدم والتهاب في الأوعية الدموية، ولكن في معظم الحالات تكون الحساسية بسيطة. أعراض جانبية أخرى للبنسلين Adverse Effects تشمل التالي: اضطراب في الجهاز الهضمي مثل غثيان، نوزيا وتقيؤ Vomiting، الإصابة بعدوى نفعية Opportunistic Infections نتيجة لموت البكتيريا النافعة Normal Flora، وزيادة تكاثر ميكروبات نفعية منها الفطريات مثل كانديدا وبكتيريا مثل كلوستريديوم ديفيسيل، والتي تسبب عدوى نفعية خطيرة في الأمعاء سيدوممبرانس كولايتس. آليات مقاومة البكتيريا للبنسلين Resistance. جميع أدوية بيتا-لاكتاميز ومنها البنسلين تحتوي على حلقة بيتا-لاكتام بيتا-لاكتام رينج. أهمية هذه الحلقة أن الميكروبات المقاومة تشكل إنزيما يدعى بيتا-لاكتاميز، يحطم هذه الحلقة ويسبب ظهور السلالات المقاومة Resistant Strains. إنزيمات بيتا-لاكتاميز هي أهم آليات المقاومة للبنسلين وغيره من المضادات البكتيرية من مجموعة بيتا-لاكتام. هناك المئات من هذه الإنزيمات التي تكونها مجموعة كبيرة من الميكروبات، وعلى رأسها ستاف والعصويات السالبة جرام نيجاتيف رودز. آليات أخرى لمقاومة البكتيريا للبنسلين Resistance تشمل التالي: أولاً، حدوث طفرة تؤدي إلى تغير في البروتين الذي يرتبط عليه البنسلين Penicillin Binding Protein Mutation، مما يسبب عدم قدرة البنسلين على التعرف على هدفه. ثانياً، توقف دخول البنسلين إلى الخلية. ثالثاً، ضخ البنسلين إلى خارج الخلية